السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عمي الحاج، كي داير؟ لاباس عليك؟ بارك الله فيك لاله حكيمة. الحمد لله، بارك الله فيك سيدي، بارك الله فيك سوفيك. الحمد لله. قلت لك عمي الحاج بغيت تزع معايا الله يرحم الوالدين، راني مضيوم الله يرحم الوالدين. الله الله الله، ربي لي علم بيا. لا اله الا الله، هذاك الشيء اللي كاين هنا، انا والوالده في الدار مريضه، رحم الوالدين يا رحمن الرحيم. لله حكيم، اسمح لي شويه متابك، حتى اول مره نعيط في اذاعه، اول مره كاع في حياتي. مرحبا بنتي، مرحبا مرحبا لله حكيم، الله يرحم الوالدين يا ربي يا كريم. هذاك الشيء اللي كاين، بغيت زعما الله يرحم الوالدين، الوالده مريضه وانا وياها في الدار بجوج، ما كاين لا خدمه لا والو، الزواج ما جابش الله، تيجي شي واحد للدار كيمشي ما، والناس ما كيرحموكش، كيبقى يهضر الناس شي كيعايرك، كيقول لك لا راه ما تزوجتيش. راه لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله يفرج عليك لاله حكيم، الله يهديه وصافي، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، لا اله الا الله. شكرا لك بنتي حكيمه، حفظك الله ورعاك، ولا حول ولا قوه بالله العلي العظيم. الأحباب الكرام، هل ربنا سبحانه وتعالى الذي عنده خزائن السماوات والأرض، هل لا يستطيع أن يعطي لكل واحد منا ما يتمنى وزيادة؟ أبدا، الله تعالى كريم. ربنا عز وجل يقول عن ذاته العلية: يا عبادي لو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على صعيد واحد وطلب مني كل مسألته وأعطيتها له، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله له ملك عظيم ليس له حدود، يسمى الباسط، الله يسمى الباسط، وهو بكل شيء محيط. الله تعالى محيط بالكون، والكون ليس له حدود، ما عنده بداية ولا عنده نهاية، ورزقه وفير، وكل نحن ما عندنا هذا الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي لا يساوي أمام المجموعة الشمسية إلا ك ك ك ك تربة صغيرة، حبة رمل وسط صحراء قاحلة. والمجموعة الشمسية بكل كواكبها، زحل والمريخ والمشتري والزهرة وغيرهم، كلهم إذا رأيناهم أمام كوكب درب التبانة كما يسميه الفلكيون، هذه المجموعة الشمسية كلها لا تساوي أمام كوكب التبانة إلا كقطعة غبار التراب في صحراء قاحلة، أو كما قال النبي الكريم كحلقة في ثلاث، حلقة بحال داك الخاتم، خاتم صغير في مدور صغير في ثلاث، يعني في أرض قاحلة. وهذا كوكب التبانة اكتشف العلماء أنه أمام المجرات الأخرى على عظمته وجلاله، وكيحسبوه بالسنوات الضوئية، يقول لك 50,000 سنة ضوئية، 100,000 سنة ضوئية، وخطرت الرسالة ما ترجعش لك، حتى ملي غترجع غتكون تمتي ودازوا أوراك أجيال وأجيال وأجيال وأجيال. وبقوا العلماء كيبحثوا كيبحثوا حتى راسهم توقف، العقل ديالهم توقف نهائيا، وقالوا سبحانك ما أعظم شانك. والإنسان كله فوق الكوكب الأرضي يلا كيبان بحال نقطة غبار في صحراء قاحلة، نحن في الكوكب الأرضي لا شيء، نحن الآن في قارة وفي دولة وفي مدينة وفي قرية صغيرة جدا، والله أكبر. وهذا الكون كله ربنا قال لك: والسماوات مطويات بيمينه، كل غيطوية الله تعالى كطي السجل للكتاب، بحال واحد روجيستر الله كيجمعو كيعاود يفتحو. فلكي نقدر الله، الله عز وجل عظيم، هل ربنا عز وجل غير قادر على أن يعطي لكل منا نصيبه من الزواج ونصيبه من الصحة ونصيبه من الرزق؟ حاشا وكلا. لو أراد ربك هذه اللحظة، هذه الليلة،
يجعلك الله تعالى سليم في بدنك معافا من كل داء وسقم. هو يقول كن فيكون، لو شاء ربك لأغناك. هذه الليلة هذه يعطيك الله تعالى كما وقع لسيدنا أيوب، عنده خنشة ديال الشعير في الصباح لقاها ولات كيس عامر بالذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان، أغناه الله تعالى. ولو شاء ربك لأعطاك ما تتمنى وزيادة، ولكن الله تعالى هذه الدار كما أخبرنا هو بذاته العلية قلنا هذه الدار هي ليست دار جزاء، نحن في الدنيا الآن، هي دار ليست دار جزاء، هي دار عمل ودار ابتلاء. أما دار الجزاء هي الدار الآخرة، فعلينا أن نفقه، والحمد لله ربي جعل دار العمل والجزاء، دار العمل والابتلاء جعل الله قصيرة وسمها الدنيا من الدنو، يعني أنها ناقصة، وجعل هذه الدنيا هذه قصيرة جدا. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. وبعدين يوقع اللي يوقع، احنا قد نودعوا، لكن بعض الصالحين قد قال لا ينام إلا ووصيته تحت وسادته، بعض الصالحين قد قال عارف قد قد يودع، ما غنتفاجأش، لن أفاجأ، فقط كنطلب الله حاجة واحدة، كنقول اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فكنبغي نقول لأحباب الكرام لا ينبغي أن نيأس، ولا ينبغي أن نشعر بالحرمان، ولا ينبغي أن نشعر بالضياع أبدا. هذا ممكن يشعر به إنسان ما عنده إيمان، ما عنده عقيدة، إنسان عنده كيعيش على هواه وكيعيش على النزاهة العقلانية المجردة، ولا يقرأ القرآن، لا يتوضأ، لا يصلي للرحمن، هذا ممكن يكون فيه براثن ديال الأمراض النفسية. أما المؤمن والمؤمنة اللي عندهم الإيمان واليقين ما يخاف ما يحزن. إذا كان عندنا الفقر راه كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله كان لا يوقد في بيته النار الشهر والشهرين وثلاث أشهر. كتقول أمنا عائشة كنا لا نعيش إلا بالماء والأسودين التمر والماء، الأسودين التمر والماء، ولا يوقد في بيتنا نار، يعني الطياب ما كينش، الطياب ما كينش، ما كينا طعام لا شراب. هذا سيد خلق، ونهار ربي غادي يعطيه. سيدنا النبي آخر عمره فتح الله عليه الدنيا، سيدنا النبي محمد في آخر عمره صار مليونيرا، مليونيرا. جاء عنده واحد الرجل ويلقى أمامه واد من الغنم، فقال يا محمد لمن هذا الواد الغنم؟ قال لي هو لي. قال لي عجبا أنت نبي وعندك واد الغنم؟ قال أي نعم. قال لي هل أعجبك؟ قال لي نعم أعجبني. قال خذ فهو لك. هذا الرجل وقع لي تغير عظيم، ملي شاف النبي هو نبي وعنده واد الغنم، هو عنده اعتقاده بأن الأنبياء فقراء، وهذا فعلا الأنبياء لا يدخرون فقراء، فقال كيف يكون عنده واد من غنم وهو نبي؟ لكن لما قال له هل أعجبك خذه تيقن أنه نبي، لأن الأنبياء لا يمسكون شيئا في أيديهم، اللي جابوا الله بالنهار كينفقوا بالليل وكيوزعوا على الفقراء والمساكين والمحتاجين، هذا مقام النبوة. كان الأنبياء لا يدخرون إلى الغد، وإنما ينفقون ما عندهم، لأنهم يوقنون بأن الله عز وجل الله تعالى سوف يرزق. هل تعلمون أيها الأحباب الكرام أن سيدنا النبي عمره ما خرج الزكاة؟ سيدنا النبي عمره ما خرج الزكاة، لماذا؟ لأنه لا يتجمع عنده المال حتى يبلغ الحول، ما عمره ما بقى المال عنده مجموع مخبي داروا في شي بنكة ولا داروا في شي سرة حيدوز عليه الحول العام بكامل. إنما شروط الزكاة أن يبلغ المال النصاب ويمر عليه الحول. سيدنا النبي المال كيبقى عنده أيام معدودة كيفرقوا، فكان يؤمن بأن الله هو الرزاق. فلهذا لدى حكيمة من خافوش من حزنوش، ربي سبحانه وتعالى أراد أن يرانا هكذا. كان سيدنا أيوب كتقول للزوجة دياله يا أيوب علاش أنت نبي وأنت من أهل الله وربي جعلك من الغنى إلى الفقر وجعلك من الصحة إلى المرض وأخذ منك كل أولادك، فتقول لها ربي أراد أن يراني هكذا، له الحمد وله الشكر. فالإيمان يقول لك ربي اللي بغى، وخاكنة الوضعية ديال الفقر وديال المرض وديال غلاء المعيشة، تحليل سياسي اقتصادي غنقول عند أسباب ومسببات، أن مؤشر التنمية ضعيف، أن القطاعات الحكومية كتمشي بواحد الوتيرة اللي هي ليست
قوية بما يضمن لنا المزيد من النجاحات والمزيد من العطاء. وهناك لوبيات ربما تسرق هنا وهناك وهنا، هذه كلها أسباب مسببات في الهامش، هي فوقها كلها إرادة الله، إرادة الله. وقد كان أحد العلماء الصالحين ابن عطاء الله السكندري لما وصل إلى مقام الإيمان ورفع عنه الحجاب كتب كتاب سماه إسقاط التدبير. إسقاط التدبير بمعنى أن كل شيء مدبر من عند الله، هو يتنزه في ملكه، هذاك المسؤول الذي لا يقوم بعمله راح هو من إرادة الله، رب جعله هكذا. لو أراد ربنا أن يفتح لنا أبواب الخير لو وضع لنا مسؤول عنده قدرة على الإبداع وعلى الإنتاج وعلى موافاة الرزق، فكل شيء من عند الله. فلا ينبغي أن نحزن ولا ينبغي أن نيأس ولا ينبغي أن يبدأ النقد فيما بيننا، وإنما الأمر لله من قبل ومن بعد. هذا الأمر قد لا يعجب بعض الناس، ولكن من رفع عنه الحجاب يراه رأي العين، لأن الله تعالى كما منع الآن ممكن اللحظة أو غدا صباحا تشرق شمس يوم جديد ويأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. فاللهم يا رب يا كريم، للا حكيمة من ورزتات إنها تعاني وأمها تعاني الشدائد والناس يسخرون منها، عيب عيب وحشومة أن الناس يسخروا بعضهم من بعض. رأى قال لك من عير إنسان بعيب رأى ينتقل إليه، كل من عير إنسان بعيب قال لي يا فاعل يا تارك رأى العيب ينتقل إليه والعياذ بالله، أو ينتقل إلى ذريته. فنسأل الله السلامة والعافية. لأن حكيم ما مداش في كلام الناس لسولق، قل يا ربي يفعل ما يشاء يتنزه في ملكه، ولو شاء ربك لأعطاك فأدهشك. فاللهم يا رب يا كريم يا من أعبرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اللهم ارفع العنة والشدة عن عبادك يا أكرم الأكرمين لا يرفعها إلا أنت. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم، إنك على كل شيء قدير وإنك بالإجابة جدير. هذه أختنا حكيمة، اللهم ارزقها قدرا خيرا من قدرها. يا رب إننا جميعا نؤمن بالقدر خيره وشره، اكتب لها يا رب العالمين قدرا فيه خير. اللهم شافيها وعافيها وأمها، اللهم ارفع عنهم العنت وارفع عنهم الشدة وارفع عنهم الأمراض والأسقام، وارزقهم رزقا حسنا، واختر لها يا رب زوجا صالحا طيبا مباركا، اختره لها من عندك يا رب يسعد قلبها، إنك على كل شيء قدير وإنك بالإجابة جدير. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.